قمة المناخ بالنسبة لنا هي حدث عالمي، ليس فقط لأن اتفاقية المناخ هي من أكبر الاتفاقيات متعددة الأطراف على مستوى الأمم المتحدة، ولكن هي بقت قضية حياتية. هذه القضية مرتبطة ببقائنا على وجه الأرض. استضافتنا ليس فقط نيابة عن أفريقيا، ولكن لتحمل مصر مسؤولياتها ودورها الريادي في التعاون الدولي البيئي. 2، قدرة مصر على جذب الاستثمارات والشراكات من خلال وجود وظائف جديدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، إعادة استخدام المياه، النقل الكهربائي اللي بنتكلم عليه دلوقتي اللي هيبقى موجود في شرم الشيخ. كل دي عبارة عن فرص عمل جديدة هتبقى مفتوحة للمصريين من خلال شراكات وتحالفات دولية موجودة. نحن في جامعة القاهرة مهتمين منذ وقت مبكر بالمحور البيئي، وتنبهنا إليه تنبه سريع منذ 2020، ولذلك كنا حريصين على التعاون مع وزارة البيئة، لأننا الآن أصبحنا جامعة من الجيل الرابع. جامعة الجيل الرابع بتعتبر أن المحور البيئي هو أحد الأركان اللي بتقوم عليها جامعات الجيل الرابع، وكانت بداية العمل مع وزارة البيئة والبنك الدولي ان احنا وقعنا اتفاقيات تعاون في مجال الدراسات العليا، الدبلوم والماجستير والدكتوراه بشكل مبكر جدا سنه 20. ثم ياتي هذا النموذج للمحاكاه من طلاب جامعه القاهره عاكسا لامور عديده، لعل من اهمها ان احنا بنقدم دلوقتي مردود واقعي عملي لحجم التطور التعليمي الذي حدث في جامعه القاهره. احنا في نموذج محاكاة تغير المناخ، احنا ان شاء الله بنحاكي اللي هيحصل ان شاء الله في كوب 27 في مدينة شرم الشيخ. بقالنا 3 شهور شغالين على ملف قضية التغير المناخي. الأول خدنا ندوات توعوية بفكرة التغير المناخي، وجبنا يعني متخصصين في قضية التغير المناخي والبيئة بشكل خاص. بعدها بدأنا ان احنا ناخد جلسات توعوية عن المهارات الشخصية. بعد كده بدأنا ناخد أوراق بحثية، بناخد ملف كل دولة وعملنا عنه ريسيرش كامل. بصراحة النموذج ده احنا اتعلمنا منه كتير قوي. دورنا في المشاركة احنا متقسمين على دول، انا متحدث الرسمي باسم دولة رومانيا. اتعلمنا، شفنا قضية المناخ كل دولة بتهتم بيها ازاي، شفناها من اسبكس كتير مختلفة، وده فادنا كتير جدا. في الاول احنا قدمنا طبعا في الجامعة، اتخلنا النموذج في الاول، بدأنا بقى ناخد سيشنز الاول عن التغيرات المناخية عامة واثارها عامة على الكوكب كله مش على مصر بس. بدأنا نفهم دور مصر والاستراتيجية اللي مصر حطاها عشان تبتدي تحط تكافح التغيرات المناخية. بعد كده دخلت الكوي ده هو بيبقى مؤتمر شباب بنحاول نطلع فيه بقرارات تساعد فيها الدول، بيبقى صوت الشباب بيطلع فيه. اهميه المشاركه ليا كطالبه ان انا بقى عندي ريتش باك جراوند عن الكلايمت تشينج وعن اهميه القضايا وكل الاسبكتس المتعلقه بتغير المناخ. ودوري النهارده ان انا بمثل دوله كندا، بقول سبيتش ابرز المواضيع اللي فيه ان ايه دور كندا وطنيا ودوليا، وايه اهم المساهمات اللي بتساهم بيها في مشاكل تغير المناخ.